السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ان شاء الله راكم صفر وان شاء الله راكم ملاح، ان شاء الله ما تكونوش مقلقين من نتائج البكالوريا، ان شاء الله تكونوا مرتاحين. ساعات قليلة تفصلنا عن نتائج البكالوريا، ان شاء الله تكون ساعات خير، لم يتبقى من الكثير الا القليل. ان شاء الله كامل تكونوا صابرين، كل واحد فيكم ان شاء الله ربي يفرحوا، ان شاء الله كامل تكونوا من ناجحين، كل واحد فيكم اكيد راح يفرح العائله تاعو، راح يفرح ليزامي تاعو، كل واحد عنده قيمه عنده راح يفرحوا ان شاء الله. والنتائج اكيد راح تكون في هذه الصفحه education.gov.tz، وكامل الصفحات الاخرى هي صفحات مفبركه. ان شاء الله كل واحد يفوت على هذا الفيديو القصير، خلينا دعوه خير لكامل الناس اللي راهي متحيره، ان شاء الله كامل تجيبوا البكالوريا وكامل نفرحوا بكم ان شاء الله. نتمنى كل واحد عنده واحد عزيز عليه، خلينا في التعليقات دعوة خير ليه ولكامل الأمة الإسلامية إن شاء الله. تهلاو في روحكم وسلام.